الوصفه السحريه اللي حرفيا هتخلصك من مشاكل كتير في بشرتك، هتخليكي تستغني عن كريمات غاليه جدا جدا بتشتريها، هتخليكي تستغني عن وصفات كتير بتعمليها، هتخليكي تستغني عن مكياج، هتخليكي تستغني عن حاجات كتير جدا جدا. حقيقه يا بنات وصفه سهله وبسيطه من مطبخك هتخلصي من كل مشاكل البشره باذن الله. مع الاستمراريه هتشوفي النتيجه من اول استخدام، كمان هيديكي نتيجه كويسه جدا. ما بالك بقى لو استمرتي على الوصفه دي بالرغم ان هي سهله جدا، مكوناتها في بيتك وهتقومي حالا تعمليها وهتحداكي كل حاجه موجوده عندك، هتلاقي نتيجه مبهره من اول مره. يلا يا بنات نشوف الوصفه بتاعتنا، ايه مكوناتها وازاي استخداماتها وكمان هنستخدمها فين وكمان ايه اللي هتستفيدي منها. بس بفكركم امارات، لو لسه جديده اول مره تشوفيني اضغطي لاختك لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل وصفه جديده يجيلك اشعار. دمتم في امان الله وتعالوا نشوف الوصفه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بوصفه سهله وبسيطه وسريعه، بس اضغطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس لو لسه جداد معانا عشان كل ما انزل وصفه جديده يجيلكم اشعار. اول حاجه محتاجينها في الوصفه بتاعتنا، الوصفه بتاعتنا جميله جدا يا بنات، للناس اللي بتعاني بقى من الغمقان في ايديها وفي رجليها. الوصفه دي لجسمك كله، لوشك ولايديك ورجليكي ولاي منطقه في جسمك عايزه تفتحيها وتقشريها، فالوصفه دي علشانك. اول حاجه محتاجينها في الوصفه بتاعتنا يا بنات، محتاجين معلقه كبيره من السكر. السكر مهم جدا جدا للتقشير وبيفتح البشره من درجتين لثلاث درجات من اول استعمال. محتاجين معلقه كبيره كده يا بنات من السكر، السكر الحبيبات بتاعنا العادي خالص، يعني عايزين يعني يفضل في الوصفه بتاعتنا دي يكون سكر الحبيبات بتاعته خشنه شويه، مش عايزينه ناعم علشان طبعا يقشر لنا الجسم، وكمان لما نضيف عليه باقي المكونات ما يبقاش يعني ناعم معانا ويطرى ويدوب مع الوصفه. الحاجة التانية اللي محتاجينها في الوصفة بتاعتنا يا بنات، محتاجين ليمونة، هناخد ليمونة كاملة محتاجينها في الوصفة بتاعتنا. الليمون مهم جدا يا بنات لتفتيح البشرة، فيتامين سي اللي فيه فظيع وكمان بينظف البشرة جدا جدا. هنبتدي نجيب اي صفاية عندنا كده ونعصر فيها الليمون علشان البذور بتاعتها، عايزين الخليط بتاعنا يبقى ناعم. هننزل كده، انا هعصر الليمونة كاملة يا بنات، طبعا انا عامله كميه كويسه مش قليله، والتزموا بالمقادير لو عايزين نتيجه كويسه. ربنا يجازيكم خير يا امارات، صلوا على رسول وضغطوا لايك كده واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم وليكم، ربنا يجازيكم الف خير يا رب، اللهم امين. تمام كده خدنا عصير ليمونه وهنبتدي نقلب الليمون مع السكر. شايفين؟ بصوا بقى ملحوظة، لو حسيتوا ان الحبيبات بتاعة السكر بدأت تختفي مع المكونات اللي هنحطها تقدري تزودي سكر تاني، عشان احنا محتاجين حبيبات السكر دي هي اللي هتقشر لنا الجسم. المكونات التانية اللي بحطها بتساعد على التفتيح، تمام، السكر للتقشير، المكونات التانية اللي هحطها هحطها عشان التفتيح وعشان الترطيب. تمام يا بنات؟ تمام. الحاجة التانية اللي محتاجاها معانا في الوصفة بتاعتنا، محتاجين لزيت زيتون، وياريت يكون زيت زيتون بكر معصور على البارد. اي زيت زيتون هتستخدميه لبشرتك يبقى او لشعرك لازم يكون معصور على البارد، وعرفي العطار انك عايزاه عشان بشرتك مش للاكل. تمام، هاخد معلقة كده صغيرة وهنبتدي نقلب. الوصفة دي جميلة جدا يا بنات، وكمان يعني بالرغم من انها بسيطة جدا ومكوناتها قليلة بس مفيدة جدا وحلوة قوي قوي، لو جربتوها هتعرفوا قد ايه حلوة جميلة جدا. معانا دلوقتي يا بنات زيت الجريسلين، وزيت الجريسلين تحفة للتفتيح ولترطيب البشرة، جميل جدا جدا، لو دخلتوه في الوصفات بتاعتكم هتعرفوا قد ايه هو جميل جدا جدا. الناس اللي بتعاني من تشققات في الكعوب او ايديها ناشفة، ف ادهني حتى بس زيت الجريسلين معاه كده على رجليكي او ايديكي فهيديكي نتيجه حلوه جدا جدا. بس لازم طبعا تلفي رجليكي بكيس نايلون او تلبسي بس مش الشراب على الزيت على طول عشان ما يشربوش. تمام يا بنات، هتدهني الزيت وتلبسي عليه كيس وبعدين الشراب. هاخد كمان معلقه، الزيوت هتبقى كميات متساويه، معلقه من زيت الزيتون، معلقه من زيت الجريسلين، وهنبتدي نقلب كويس.
بس كده الوصفة بتاعتنا خلصت. مفيش أسهل من كده ولا أبسط من كده. الوصفة عشان تستخدميها وتاخدي منها نتيجة كويسة لازم لازم تستخدميها على بشرة نظيفة. تستخدميها على بشرة نظيفة كويس جدا، هتكوني غسلة بشرتك كويس جدا جدا قبل ما تستخدمي الوصفة، وبعدين هتحطيها بحركات دائرية كده يا بنات على ايديكي. زي ما قلت لكم لو حسيت ان حبيبات السكر اختفت هتبتدي تزودي سكر تاني. تمام، بس كده شايفين قد ايه بسيطة وناعمة. هتبتدي كده بحركات دائرية حوالي 5 دقايق، بجد هتشوفوا نتيجة مبهرة من اول مرة بإذن الله حقيقي. هتفتح لك ايديكي وشك. على فكرة الوصفة دي تنفع لأي مكان في جسمك، اللي عندك الاندر ارم عايز. على فكرة اغلب الاماكن الغامقة في جسمنا بتبقى في عليها جلد ميت متراكم وعايز يتقشر. والترطيب، الترطيب يا بنات لازم ترطبوا جسمكم كويس جدا جدا وتقشروه علشان التفتيح. الاندر ارم، البيكيني، اي منطقة في جسمك غامقة وعايزة تفتحيها فالماسك ده حلو جدا جدا. انتي وانتي بتقشري كده هتحسي ان هو بدأ يلزق في جسمك. شايفين بحركات دائرية كده باستمرار حوالي 10 دقايق، وبعدين هتسيبيها على اي مكان بقى بتقشريه ايا كان 10 دقايق كمان، وبعدين هتشطفيها. مش هتحتاجي اصلا ترطيب، وكمان هتشوفي نتيجة مبهرة من اول مرة باذن الله. بجد الوصفة حلوة جدا يا بنات وتستاهل تجربوها. جربوها وادعوا لي. هتستخدميها قد ايه؟ هتستخدميها من 3 مرات لـ4 مرات في الشهر علشان طبعا جسمك يتقشر وتحافظي على الرطوبة بتاعته والنضارة بتاعته. واهم حاجة في انك تحتفظي بجمالك وجمال بشرتك انك تقشري بشرتك وتهتمي بيها. هنيجي على الاماكن دي يا بنات، طبعا بتبقى عندنا كلنا غامقة عشان الحركة وكده. تمام، وكمان علشان التانية دي بتبين ان الاماكن دي اغمق من الجسم. يعني شايفين هي كده باينة غامقة، لما بتفرديها بتبقى عادي خالص زي باقي الايد. تمام، هنبتدي كده بحركات دائرية زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هتشطفيها وبس كده. لو حابة ترطبي رطبي، بس هي عامة الزيوت اللي احنا حاطينها هتبقى مرطبة لك جسمك جدا. وبإذن الله وصفة حلوة ومجربة، ولما تجربوها هتعرفوا ان هي حلوة جدا جدا. زي ما قلت لكم يا بنات حاولوا تستخدموها من 3 لـ4 مرات في الشهر عشان تاخدي منها نتيجة كويسة. ربنا يجازيكم ألف خير يا أمارات، وكبر بخاطركم يا رب. اضغطوا اللايك واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا. ولو حد له أي طلب أو أي وصفة عايزها اكتبوا لي في الكومنتات، وبإذن الله أعمل لكم كل الوصفات اللي انتوا عايزينها. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.